يقول لك ان الاعلام في وادي والمواطن المصري في وادي تاني. النهارده بدايه التعليم، 30 مليون طالب على موعد مع اليوم الاول من الدراسه. المواطن في بلدنا في اول يوم دراسه بيبقى مهتم بدفع المصاريف، مهتم باللبس بتاع ولاده، مهتم يجيب له كتب وكراسات، مهتم يجيب له الالام والحاجات دي، مهتم يحجز له في درس او في سنتر دروس خصوصيه، مهتم بمليون حاجه. بدايه الدراسه عبء على المواطن وعبء على اولياء الامور. اعتقد اللي عنده طفل واتنين في المدرسه ما بيباتش او ما بينامش بسبب زيادة الأسعار، بسبب زيادة الأعباء، بسبب رفع الدعم. وأول امبارح غلوا البنزين، يعني البلد كلها في طريقها أنها تغلى. المفروض الإعلام يكون مرآة المواطن. أنا لما أكلمك النهاردة في أول يوم في الدراسة هكلمك عن رفع المصروفات اللي بتنافي الدستور اللي بيقول إن بلدنا فيها مجانية التعليم. هكلمك عن تخوفي من أعداد الطلبة داخل الفصل، هكلمك عن تخوفي من عملية نقل الطلاب من مكان لآخر، هكلمك عن تخوفي من عدم توفير اللبس المناسب أو الكتب أو الكراسات والإلام المناسبة للطالب فما يبقاش أقل من زميله. لكن الإعلام بتاعنا واحد زي عمرو أديب امبارح طالع يكلمنا في حاجة تانية خالص. أنا لو قعدت أتكلم عن بداية الدراسة سنة كاملة عمره ما هيخطر على بالي أتكلم عن السندوتشات. آه والله، عمرو أديب امبارح بالليل طالع يقولك عندنا بكرة وبعده 30 مليون طالب، يعني 60 مليون سندوتش جبنة وحلاوة هيتعملوا وهيتاكلوا في اليومين دول. تخيل الإعلام بتاعهم بيعد علينا أو بيعد عليك وبيعد على المواطن وولادنا والطلبة حتى عدد السندوتشات. عمرو بيه اللي بيقبض ملايين كل شهر واللي الحمد لله شبعان، ربنا يبارك له، يعني شبعان وزي الفل، وابنه بيتعلم في لندن ومش عارف بيروح يصيف فين وعربيته نوعها ايه والدنيا ايه، مش عارف من المواطن النهارده عنده حاجات اهم من السندوتشات. عمرو اديب بيتكلم من منطلق اللي بيفكر فيه. دايما يقول لك كل واحد بيتكلم بالحاجة اللي بيفهم فيها أو الحاجة اللي شغلاه. عمرو أديب شغله كرشه وشغله السندوتشات، فطالع بيكلمنا إن 30 مليون طالب هياخدوا وهياكلوا 60 مليون سندوتش جبنة وحلاوة. اتفرج. الحاجة 30 مليون طالب يعني 60 مليون سندوتش. أقول لك إحنا بكرة على موعد مع حدث تاريخي. هو ده الحدث التاريخي؟ هي بلدنا الأحداث التاريخية فيها تقزمت وتقزمت وتقزمت لدرجة إن سندوتشات الأطفال في أول يوم من التعليم بقت حدث تاريخي. طب خليني أقول لك حاجة بقى يا عم عمرو، طالما أنت عايزنا نتكلم في السندوتشات والمطبخ، في أسر وفي أولياء أمور وفي بيوت وفي طلبة ما عندهمش يعملوا سندوتش حلاوة وسندوتش جبنة. لو لقى سندوتش واحد جبنة يبقى كتر ألف خير والدنيا زي الفل. في كمان أولياء أمور ما عندهمش لا يعملوا سندوتش حلاوة ولا سندوتش جبنة ومستنيين المدرسة تصرف لهم. السيسي كان وعدهم بوجبة دراسية كاملة، مش عارفين النهاردة الطلبة خدوا الوجبة. الطلبة في أبو المطامير وفي الدلنجات، الطلبة في ديروت وفي فرشوط، الطلبة في طنطا، الطلبة في أسوان. هل خدوا الوجبة الدراسية النهاردة؟ هل الطالب دخل كده قالوا له اهلا وسهلا بيك يا حبيبي اتفضل الوجبه اللي احنا زودنا رغيف العيش عشانها ورفعنا الدعم عشانها وزودنا الاسعار عشانها عشان نوفر وجبه مدرسيه للطالب مناسبه؟ هل النهارده اتوزعت الوجبه المدرسيه؟ ما اعتقدش. طيب خليني اخد خبر تاني كده، يعني هنقفل بقى ملف التعليم وان كان هو حديث الساعه. كل سنه وانتم طيبين بطبيعه الحال، خلوا بالكم على اولادكم، وان كان بقى لابد من دخول او نزول المدرسه والجامعه خلي ابنك يحافظ على امنه، علمه كويس ازاي يغسل ايده، ازاي يلبس كمامه، ما يقعدش جنب حد، ما يحطش وشه في وش حد، ما يستخدمش ادوات خاصه بتاعت زميل له، ما ياكلش مع حد تاني، يحاول يبعد
قدر الامكان على الزحمه، حاجات بسيطه كده لو حضرتك كل يوم علمتيها لابنك او لبنتك قبل ما تنزل المدرسه او الجامعه، بامر الله يرجع سليم وتعدي الايام الصعبه دي على خير.